أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحكاية. اليوم تصادم قطارين، قطار الزقازيق الإسماعيلية وقطار الزقازيق المنصورة. حتى الآن التقارير الرسمية تتحدث عن 3 وفيات وأكثر من 47 مصاب. في بداية الأحداث أو في بداية التصادم كان الحديث عن وفاة واحدة، الآن 3 وفيات، وطبعا بما أنه في أكثر من 47 إصابة في المستشفى فوارد على مدى الساعات القادمة نسمع عن وفيات أخرى. نتمنى ألا يحدث هذا طبعا، ولكن بطبيعة الحال وبتغطية لمثل هذه الحوادث بنعرف أنه بيبقى فيه إصابات مرشحة للوفاة بعد كده. إن شاء الله ربنا يعني يسلم، والناس التي أصيبت تقدر تخرج من المستشفى سريعا. أغلب المصابين موجودين في مستشفى الزقازيق. الكلام على أنه الآن كالعادة تم التحفظ على عامل المزلقان اللي مسؤول عن قفل الطريق وفتحه. طبعا كل الناس المسؤولة عن هذا الأمر موجودين في مكان الحادث، أكثر من 40 سيارة إسعاف، وزير النقل الفريق كامل وزير موجود هناك وبيبحث الأمر بنفسه. زي ما حضراتكم شايفين هذه الصور من تصويرنا، يعني لشكل التصادم هي حادثة مصرية كلاسيكية. هذا التصادم اللي بيحصل لقطارين على نفس القضيب أو في نفس المكان بيحصل هذا الأمر. طبعا مش عارفين إيه الأسباب، هناك أكيد هيكون في تحقيق، أكيد هيكون في حساب لما حدث. كنا بقالنا مدة طويلة لا نشهد هذا الكابوس. حضراتكم تعلموا انه كان عندنا في وقت طويل احداث القطارات دي مستمرة بشكل دوري، ولكن كنا بعد اصلاحات كثيرة وبعد يعني استثمارات ايضا كثيرة في هذا المجال، هذا الامر قد توقف تماما الى ان يأتي هذا الامر اليوم في الزقازيق. 3 وفيات، بيتقال إنها سيدة وطفلين أو سيدتين وطفلة، لسه مش برضو المعلومات غير مؤكدة. طبعا أهل الزقازيق ومحافظة الشرقية كلهم الآن بيروحوا المستشفى وبيتبرعوا بالدم، وطبعا هرعوا فورا أول ما حصل هذا الاصطدام وأخرجوا المصابين بسرعة، لأنه طبعا أول ما بيحصل الاصطدام ما بتكونش عربية الإسعاف واقفة، يعني على ما عربية الإسعاف تيجي، ولكن أهل البلد كلهم قاموا بعمليات الإنقاذ وقدروا إنهم زي ما عادكم شايفين، وأنا مش خبير قوي، أن هذا الحطام يدل على سرعة عالية، يعني إن أنت تصل إلى هذا المستوى من الدمار في القطار في سرعة عالية، وهذا المكان المفروض ما تكونش فيه سرعات عالية، ولكن شكل الاصطدام بالشكل يعني، لأن لو السرعة أبطأ من كده ما كانش يبقى في هذا الأمر. في أخبار الآن دلوقتي بتتواتر على أنه عامل التحويلة نفسه توفى بعد الحادث، يعني في أخبار أنه تم التحفظ عليه وفي أخبار أنه توفى بعد الحادث. هذه المشاهد الآن في الزقازيق، قطار منذ قليل، قطار المنصورة وقطار الإسماعيلية واصطدام، وسنعرف بعد فترة طبعا قصيرة من بيانات رسمية إيه اللي حصل وإيه الحكاية وإيه الموضوع. معانا زميلتنا إيمان شلبي مراسلة موقع تحيا مصر في الشرقية، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك يا أستاذ عمرو. إيه الوضع عندك دلوقتي؟ وصف لنا الموقف.
والله يا فندم حاليا متواجد لواء طبعا الوزير الوزير الفريق. النقل والمواصلات، لواء كامل الوزير متواجد هنا حاليا في مكان الحادث، وطبعا جميع الشؤون المختصين من الصحة كلهم طبعا متواجدين الآن، وكمان الجهات المختصة من السكة الحديد بيحاولوا طبعا يقفوا على سبب وقوع الحادث اللي وقع الساعة 6:30 تقريبا مساء اليوم، واللي وقع فيه طبعا تصادم فيه قطار رقم 281 اللي كان متجه من الزقازيق للإسماعيلية، واللي اصطدم بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة إلى الزقازيق. وفقا طبعا لبيانات الصحة ان الوفيات حتى الان 2، ولكن وفقا لما تم حديثه من المواطنين في مكان وقوع الحادث قالوا ان الوفيات ما يقارب من 8، واللي كانوا بيرفعوا حالات الوفيات، واما الاصابات طبعا احنا الرقم الرسمي اللي موجود عندنا دلوقتي يا ايمان طبقا للقنوات الرسمية المصرية ان في 3 وفيات، 8 ده جايز انت وفقا لبيان الصحة حتى الان في 3 حالات وفيات. انما انت بتقولي انه الناس اللي عندك بيقولوا ان هم رفعوا 8 وفيات. عدد من المواطنين بالفعل تم الحديث معاهم هنا في موقع الحادث، وكانوا متواجدين واكدوا ان هم كانوا بيرفعوا الوفيات، ومنهم سيدة وكان معاها عدد من ابنائها وكذلك اطفال. طيب الشكل عندك ايه دلوقتي؟ يعني الوضع، هل القطارين لسه موجودين؟ هل حركة القطارات متوقفة ولا ماشية؟ ايه اللي بيجري؟ حتى الآن القطارين متواجدين في المكان، مكان وقوع الحادث بمدينة الزقازيق، زي ما هم طبعا الجهات المختصة من السكة الحديد كلها متواجدة في المكان، كلهم طبعا زي ما قلت لحضرتك بيقفوا على سبب وقوع الحادث، ومتواجد هنا اللواء كامل الوزير وعدد من المختصين، لكن في الاتجاه الآخر من وقوع الحادث، لأن في هنا مكانين مختصين لسير القطارات، المكان الآخر طبعا القطارات حركة سير القطارات في متجهة بشكل جيد، أما الاتجاه الآخر اللي وقع فيه الحادث المكان متوقف تماما، القضبان متوقفة، ما فيش أي حركة. اشرح لنا المكان نفسه يا إيمان، يعني ده مكان قدام المحطة بعيد عن المحطة، يعني في قطار كان واقف، في قطار كان متحرك، قول لنا إيه اللي عرفتيه هناك. يعني المكان يبعد عن محطة السكة، محطة الزقازيق بأمطار قليلة جدا، هو ما فيش ما بينه وما بين المحطة غير أمطار قليلة، تحديدا أمام المزلقان الجديد أمام شارع الحمام بمدينة الزقازيق. طبعا الحادث زي ما قلت لحضرتك كل الجهات المختصة متواجدين فيه، وتم الدفع ب 39 سيارة إسعاف قاموا بنقل المصابين والمتوفيين إلى مستشفى الأحرار ومستشفى الجامعة. طيب يعني كانوا بيقولوا إيه؟ كان في قطار واقف وقطار متحرك، هل كان القطار سريع؟ شهود العيان بيقولوا إيه؟ شهود العيان بيقول يا فندم الخطأ مش جاي من القطارات تماما، ولكن القطارين كانوا جايين من اتجاهين مختلفين، زي ما قلت لحضرتك كان في قطار جاي من متجه من الزقازيق للإسماعيلية، وفي قطار جاي من المنصورة للزقازيق. للأسف الشديد الحادث وقع بسبب عدم قيام الموظف بالضغط على التحويلة، في تحويلة مفروض ان هي بتتم في غرفة مختصة قبل محطة الزقازيق، طبعا بتساعد القطارات على يعني الاتجاه بشكل مخالف، وهم فالقطر فضل ماشي على نفس قضيب القطر الآخر. ايوه بالفعل يا فندم، يعني ما حصلتش التحويلة فدخل شمال او دخل يمين، فدخل في القطار اللي موجود. القطار الثاني ده كان واقف ولا متحرك؟ لا كانوا الاثنين متحركين يا فندم، ولكن اللي كان متحرك من الزقازيق ومتجه الى المنصوره هو اللي كان متحرك بشكل اكبر، لان هو ده اللي فيه الاصابات والصدمات كبيره جدا، اما اللي قلت لحضرتك جاي من المنصوره للزقازيق ده اللي يمكن في يعني اللي جاي طبعا من المنصوره هنا للزقازيق ده كويس، يمكن ما فيهوش صدمات كبيره، ولكن الصدمات الكبيره جدا اللي كان خارج من الزقازيق متوجه للاسماعيليه. هل تم اجلاء كل المصابين؟ هل لسه في اجلاء او تفتيش عن ضحايا جوه القطارين؟ عفوا حضرتك بتقول ايه؟ هل
هل تم إجلاء كل المصابين؟ على الفور عقب وقوع الحادث تم الدفع ب 39 سيارة الإسعاف، وطبعا بمعاونة المواطنين والجهات الطبية كلهم رفعوا على الفور كل المصابين من القطار وكذلك المتوفين وحولوهم إلى المستشفيات، مستشفى والمستشفى الجامعي. حتى الآن ما فيش أي حد متواجد داخل القطار منذ وقوع الحادث، يمكن خلال ما يزيد نصف ساعة بالظبط تم رفع جميع المصابين والمتوفين على الفور بمعاونة طبعا المواطنين وبمعاونة الجهات الصحية وأجهزة الأمن، كلهم كانوا يد واحدة متعاونين وقدروا إن هم طبعا يحولوا المصابين والمتوفين إلى المستشفيات بشكل سريع. إيمان شلبي مراسلة موقع تحيا مصر في الشرقية، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات. طبعا احنا بنتكلم عن حادث كلاسيكي، هو نفس الموضوع، ولكن احنا كنا نظن انه بعد ادخال التكنولوجيا الحديثة والاخره ان هذه الامور لسه مش محتاجة هذا الامر، يعني انه في شيء ما بيجعل ان هذا الامر غير قابل للحدوث. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، كنا فاهمين انه في الخاصية بتاعت التوقف التلقائي اللي هو القطار عندما يكون قريبا من قطار اخر فيقدر يتوقف تلقائيا، ولكن احنا طبعا كل ده مش هنفتي كتير وننتظر حتى طبعا بيان وزارة النقل، بيان وزارة الصحة. كان نفسي اجيب لكم اي مسؤول يكون معانا يكلمنا يقول لنا ايه الحكاية وايه الموضوع، لكن نحن سنلتزم بالبيانات الموجودة. كنا هذا الكابوس نسيناه شوية، هذا الكابوس نسيناه شوية، ولكن طبعا هنفهم ما هو السبب. واضح انه في عامل بشري في هذا الامر، واضح جدا، لانه عشان يبقوا القطارين على نفس القضيب او على نفس الطريق ده خطأ بشري واضح، مش محتاج يعني بقى ده تفسير. طب معانا المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية. اهلا سيادة المحافظ، ازي حضرتك؟ سيادة المحافظ، تمام كده، اهلا بيك يا فندم. سيادة المحافظ، ايوه اتفضل يا فندم. ايه الوضع عند حضرتك دلوقتي؟ الوضع ان شاء الله ما فيش اي حالات موجوده في الموقع، جميع الحالات في المستشفى والامور مستقره تماما، الحالات كلها بسيطه وتحت السيطره تماما. حضرتك عندك رصد للعدد الوفيات؟ لانه في ارقام متفاوته، ولكن اخر رقم احنا سمعناه انه كان 3 واثنين ان شاء الله. اثنين وطفله، يعني 3 وفيات. طيب ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ يعني ايه النشاط اللي بيحصل دلوقتي في مكان الحادث؟ هل بيتم إزالة القطار؟ هل في تحقيق؟ بيحصل ايه دلوقتي؟ ده كله بيتم تحت رعاية هنا الفريق كامل موجود، وبيتم إزالة المكان، وفي تحقيقات انما دي شغلها مش بتاعنا احنا. طب هل عندكم تصور ايه اللي حصل لان وجود قطارين على نفس المسار؟ لا، دي امور بتتفهم فنيا، انا كمحافظ ما عنديش فكره. طيب هل عامل التحويله تم التحفظ عليه ام توفى؟ لانه في اخبار برضو متضاربه. لا لا لا، ما فيش، لا لا، الكلام ده مش صحيح. لا مش صحيح. مش صحيح انه توفى؟ لا لا لا، مش صحيح. طيب كان في اخبار انه بيطلبوا من الناس انها تروح تتبرع بالدم للمستشفيات في الزقازيق، هل مخزون الدم عندكم كافي؟ انا باكد لك ان المخزون كافي جدا، واحنا ما عندناش اي مشكله في الموضوع ده. وهل انا في الموقع موجود؟ ما احناش بقى المتبرع. فانتم ما عندكمش اي مشكله في اي امكانيات لرعايه؟ يعني مشكله صحيه ما فيش اي مشكله فيها، حتى مشاكل التجهيزات كلها الامكانيات موجوده ومتوفره وما فيش اي مشكله في الكلام ده خالص. المهندس حازم الأشموني محافظ شرقية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. طبعا هنتابع الساعات القادمة التطورات ونتابع الأسباب وهذا الأمر، وزي ما قلت لحضراتكم أنه
المفروض انه حدث تطور كبير في هذا القطاع، البلد حطت وقت ومجهود واموال كثيره في هذا القطاع علشان ما نشوفش هذه الصور مره اخرى، ولكن بيظل طبعا العنصر البشري. طول ما في عنصر بشري في هذا الامر وارد جدا انه يكون في نوع من انواع الخطا، ده مش محتاج يعني كلام كتير ان ده عنصر بشري، لانه القطارين لما يبقوا موجودين في نفس المكان هذا امر كان محتاج انه تحدث التحويله، فطبعا في قطار جاي بسرعه لم يتم تحويله، ويبدو يعني هنفهم ايه الحكايه وايه الموضوع علشان ما يعني نقفزش لتحليلات كثيره. قلوبنا مع الذين توفوا، وقلوبنا ايضا مع المصابين، ان شاء الله ربنا يسلم والناس تقدر ترجع بيوتها آمنة مطمئنة، وأملنا كبير في الفريق كامل وزير إنه يقول لنا ماذا حدث وإيه الحكاية وإيه الموضوع. دي حكاية. معانا الأستاذ تامر نصرت، مراسل قناة العربية من موقع الحادث. أهلا أستاذ تامر، إزاي حضرتك؟ تامر الزميل تامر نصرت، الزميل تامر نصرت، ممكن تكون الاتصالات صعبة شوية، هيتم الاتصال به مرة أخرى ونقدر نفهم إيه اللي بيجرى وإيه الحكاية. وطبعا من هنا لبكرة الصبح أكيد السلطات المصرية هتعمل على فهم هذا الأمر، ونشوف إزاي إن احنا نمنع تكرار مثل هذه الأشياء. زي ما بقول لحضراتكم، كنا قد نسينا أو تناسينا كثيرا مثل هذه الأحداث، لأنه مصر قد شهدت يعني العديد من هذه الأمور وقررنا أنها تنتهي إلى غير عودة، يعني إلى غير رجعة. زي ما حضراتكم شايفين دي المشاهد اللي احنا يعني مصورينها الآن في الزقازيق. الزميل تامر نصرت مراسل قناة العربية من موقع الحادث، أهلا بيك أستاذ تامر، إزاي حضرتك؟ أهلا بيك يا أستاذ عمرو. إيه الوضع عندك دلوقتي؟ الوضع حاليا الحطام بتاع القطرتين لسه موجود، لكن تم سحب بقية العربات اللي كانت مرتبطة بالقطرتين، وبيتم حاليا معاينة مكان الحادث، ورجال النيابة العامة موجودين، كذلك رجال السكك الحديدية أيضا. تم نقل المصابين بواسطة عربيات الإسعاف للمستشفيات، مستشفى العبور ومستشفى الجامعة. الإصابات 40 طبقا لكلام صدر من وزارة الصحة، في 3 توفاهم الله منهم طفلين، وسمعنا ان في حالات حرجة عددها كان بالضبط، ذكر انها حالة واحدة، لكن المعلومة دي بالذات ما تأكدتش منها، يعني يصح نسأل فيها وزارة الصحة. بالنسبة للوضع هنا برضو علمته من زملاء الصحفيين انه تم التحفظ على عامل التحويلة وعمال المزلقان، لسه لم يظهر حتى الآن اذا كان السبب سبب ميكانيكي ولا سبب بشري، خطأ بشري ام خطأ ميكانيكي. تعلم يا استاذ عمرو ان السكك الحديديه طورت المرفق بشكل كبير، وبالذات الاشارات الكهربائيه واللاسلكيه، فبالتالي الامر ده كون ان يبقى قطرين على قضيب واحد عكس اتجاه بعض، طبعا ده يعني خطا كبير، ولكن هل هو بشري ام ميكانيكي؟ هذا ما اعتقد ان سياده الوزير كامل الوزير وزير النقل والمواصلات والصناعه تحفظ على انه يدلنا تصريح في هذا الامر بالذات، لان احنا اتصلنا به بعد الحادث مباشره، فقال يا جماعه لسه بدري ان احنا نتعرف على طبيعي اسباب الحادث بهذا الشكل.
لا انا برضه اقدر يعني اقول له لحضرتك ان المكان ده حصل فيما يطلق عليه رجال السكك الحديديه حوش محطه الزقازيق، مش المحطه نفسها، لكن حوش المحطه بمعنى يعني تقدر تسميه قريب قريب من المحطه. فبالتالي القطارين واضح انهم كانوا على سرعه يعني هادئه بعض الشيء، وده اقدر احكم عليه بسبب التضرر اللي حاصل في القطارات. يعني غطينا حوادث قطارات قبل كده، يعني لا حول ولا قوه الا بالله، بيكون الدامج او الخسائر او اثار التصادم بتكون اكبر من كده بكثير. فيعني واضح ان السبب في انخفاض الحالات الله اعلم هو السرعه الهاديه نتيجه طبيعه المرور في هذه المنطقه في الوقت ده. برضو اللي اقدر اقوله لك من موقع الحادث هنا ان بعض القطارات او حركه القطارات عادت مره اخرى منذ دقائق قليله. مر احد القطارات ما تاتيش اشوف رقمه، لكن كان متجه شرقا نحو الاسماعيليه، قطار ركاب درجه اولى كان واضح يعني من شكله، وكان متجه نحو الاسماعيليه بسرعه طبعا بطيئه جدا جدا. هناك عدد كبير من الاهالي كعادتنا يعني متجمهرين بيتفرجوا، وبصراحة بعضهم ساهم بشكل كبير في نقل المصابين طبعاً. الأول شفنا فور وقوع الحادث. بعد كده سيارات الإسعاف دفعت أعداد كبيرة تجاوزت 30 أو قربت 40 سيارة إسعاف لهذا الغرض، بعضهم ما زال هنا، سيارات الدفاع المدني أيضا موجودة هنا، وأعتقد أن هذا هو الإجمال الكامل للموقف من موقعي هنا بالقرب من الحطام، حطام القطارين. الآن معنا بيان الحصيلة شبه نهائية، وزارة الصحة طلعت بيان ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق إلى 49 مصابا، وعدد الوفيات 3، وأوضحت الوزارة أن الحالة الصحية ل 44 من المصابين مستقرة ومرشحين لمغادرة المستشفيات خلال الساعات القادمة، بينما يوجد 5 مصابين فقط حالتهم غير مستقرة وجاري المتابعة. هو يبقى تحديث مناسب جدا ان حضرتك ذكرته دلوقتي، يعني اسمح لي بقى ان انا ابقى سعيد بالبيان ده في مداخلتي على العربيه بعد لانه ده جاست ناو يعني الان فورا يعني حالا لسه طالع. طيب سؤالي الاخير يا تامر، هو الفريق كامل وزير فين دلوقتي؟ يعني هل في المحطة، هل بالقرب من القطارات، يعني بيبقى هو موجود فين الآن؟ هو تواجد في موقع الحادث قبل أن نصل كطاقم قناة العربية، لأن كنا في الطريق من القاهرة، فكان متواجد في موقع الحادث، وذلك على حسب رواية زملائي الصحفيين هنا في محافظة الشرقية في الزقازيق. وبعد كده توجه إلى واحدة من المستشفيات، وأعتقد أنه زار المستشفيان يعني، لكن على الأقل توجه إلى واحد من المستشفيات، لكن لست على علم بالضبط مكانه الحالي فين، ولكن كان هنا لتفقد الحالة ومضاهاة موقع الحادث وسؤال المسؤولين هنا على الأسباب وقراءتهم للمشهد. وأعتقد أن يعني الجميع يشارك في هذا الأمر، ومن الواضح طبعا أن زي ما ذكرت لحضرتك الخطأ تحويلة، لكن هل هو أو المسؤولية على التحويلة لكن مسؤولية بشرية ولا ميكانيكية، أعتقد أن لابد أن ننتظر بيان السكك الحديدية أو وزارة النقل طبعا من أجل التعرف على هذه النقطة. الزميل تامر نصرت بشكرك شكرا جزيلا على هذا التقرير الوافي وعلى وقتك وعلى مجهودك وعلى تميزك الدائم في تغطيه هذه الاحداث. شكرا استاذ تامر، شكرا لك. طبعا زي ما قلت لحضراتكم بيان رسمي الان من وزاره الصحه، وده هذا الامر يا ريت اشوفه على الشاشه الكبيره. هذا الامر بيبقى مفيد جدا في مثل هذه الاحداث، انه الجهات المنوطه بالامور تصدر بيانات وأبديت، يعني تصدر تحديثات مستمرة علشان تبقى واضحة. البيان بادئ بجملة واضحة في حصيلة شبه نهائية، يتحدثون عن 49 مصاب، الحمد لله في 44 حالتهم مستقرة، في 5
تحت غير مستقرة وتحت الملاحظة، وأن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان قد تابع تداعيات الحادث وأعمال نقل وإسعاف المصابين، وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه إلى موقع الحادث وتفقد المصابين في المستشفيات. ويبقى أننا يعني الآن ننتظر بيان أيضا وزارة النقل على ماذا حدث، سرعة القطار كانت إيه، تفسير أولي لما حدث. أظن هذا الأمر ممكن يكون على مدار الحلقة، ممكن مثلا في ظرف ساعة ساعة ونص نبتدي نقرأ بيان لوزارة النقل. وطبعا أوقات صعبة جدا بالنسبة لوزارة النقل ووزارة الصحة، الله يرحم الناس اللي توفوا، وإن شاء الله ربنا يعني يشفي كل المصابين اللي موجودين في المستشفيات. سيادة المحافظ قال لنا إن هم مش محتاجين دم، مش محتاجين أي إمكانيات، كل الإمكانيات موجودة، كل شيء متوفر. فهذا شيء يعني يدعو إلى الطمأنينة ويدعو إلى يعني الراحة. حادث مؤلم، ولكن يعني هنعرف ازاي اسبابه علشان نقدر ان احنا نتلافى هذه الامور في اوقات اخرى ان شاء الله. دي حكاية في